أسعد الله أوقاتكم بألف خير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى أخبار الساحل. أبدأها معكم بأبرز العناوين. اتحاد أحزاب قوى الأغلبية سابقا يعلن دعمه لمرشح الرئاسيات القادمة سيدي محمد والبوبكر. اتهامات لمرشح رئاسيات يونيو باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين قبل الموعد المحدد للحملات الدعائية. الحكومة المالية تقيل قادة في الشيشي وتحل الميليشيات بعد هجوم مسلح صنف الأكثر دموية استهدف مكونة الفلان. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار الساحل. أعلن اتحاد أحزاب قوى الأغلبية سابقا دعمه لمرشح الرئاسيات القادمة سيدي محمد والبوبكر. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده زوال اليوم، وأكد الاتحاد أن قراره القاضي بدعم والبوبكر جاء وليد قراءات متأنية للساحة السياسية. يأتي ذلك في وقت تعيش موريتانيا مرحلة ما قبل رئاسية يونيو، حيث أعلنت أحزاب سياسية مواقفها، وما زال الشارع ينتظر قائمة نهائية للمرشحين وطبيعة التحالفات التي ستشهدها الأيام القادمة. اتحاد أحزاب قوى الأغلبية سابقا يعلن دعمه للمرشح للرئاسيات سيدي محمد البوبكر في أول موقف له بعد قرار الحل انطلاقا من قانون الأحزاب. وإيمانا بمصلحة موريتانيا ومستقبلها وباستقرارها وبوحدتها وبقامة فيها دولة المواطنة العادلة اللي كانت هي دولة موريتانيا اللي ما يميز فيها حد الأساس لون ولا شريحة ولا عرق ولا قبيلة ولا جهة ولا فئة. هاي سنان فعلا يقدر يجسده دون مجاملة. انضمام رأى فيه المرشح بداية لدخول معترك سباق رئاسي انطلاقا من ما أسماه بواقع الناس، من أن جهودكم وجهود أحزابكم ومناضليكم ستتكاتف مع جهود كل القوة السياسية والشعبية والوطنية الموريتانية من أجل دعم الخيارات التي تهدف أساسا إلى رفع التحديات التي يواجهها بلدنا، وخاصة تلك التي تتعلق بمشاكل المواطنين في حياتهم اليومية. هذا وتشهد الساحة السياسية حراكا قويا في ظل اقتراب الموسم الانتخابي الرئاسي، والذي اعلن فيه الى حد اللحظة مرشح بعض الاحزاب المعارضة والبوبكر خوضه الاستحقاقات، كما اعلن مرشح الاغلبية الحاكمة في موريتانيا محمد الشيخ محمد احمد الغزواني اعلان ترشحه وبدأ في الترتيب لزيارة للداخل. الشيخ محمد النجاشي، ساحل تي في، نواكشوط. شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأونة الأخيرة انتشارا للصفحات والمجموعات المطالبة بالتصويت لمرشحي الرئاسيات القادمة، وهو ما يرى فيه البعض حملة دعائية سابقة لأوانها. ويرى البعض أن الحملة الدعائية على وسائل التواصل الاجتماعي تعد خرقا واضحا للقانون المنظم للانتخابات. نشطاء من الفيسبوك بدأوا الحملة بفعل فاعل مستتر، لأن ما كتب هنا سيبقى وسيطلع عليه الجميع. يقتصر التأييد في صفحات التواصل الاجتماعي على مرشحين فقط، هم محمد ول الشيخ محمد أحمد الغزواني ونظيره سيد محمد أبوبكر. كل يكتب عن مناقب مرشحه بحثا عن نيل رضاه والتقرب منه. تظهر المبادرات الشخصية الداعمة لأحد الرجلين، وكأن الحملة السياسية بدأت قبل أوانها. لا، لم تبدأ بعد، لكنه إخراج ما في النفوس، ولن تسعه إلا منصات التواصل الاجتماعي التي لا تعرف الحدود ولا الجمركة، حيث كل يكتب ما شاء من مدح، ويظل المناخ العام للفضاء الأزرق هادئا إلى أن تحين لحظة الحقيقة التي تكون على أرض الواقع. حملات انتخابية وأصوات وأهزيج أنذاك، حينها يعيش العالم الافتراضي برودة، ويبقى نشطاء التواصل الاجتماعي ينتظرون ثمرة ما كتبت أيديهم أو ما سيكسبون. محمد عمر بلول، الساحل تي في، نواكشوط.
أعلن في العاصمة نواكشوط عن ميلاد حركة سياسية جديدة تهدف حسب أصحابها لخدمة الوطن والمساهمة في بنائه. وتتكون الحركة السياسية الجديدة من إعلاميين وشخصيات سياسية وناشطين حقوقيين أطر ومهندسين شباب ينشطون في مجالات مختلفة. كيان تشكل من ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، كما يعبر عن موريتانيا جمع الوطن الواحد والمصير المشترك برؤية سياسية شبابية جديدة تجمع بين النخبوي في طرحه والشعبوي في تطلعاته وآماله، معززين صرح مشهدنا السياسي بمختلف تجلياته، إذ نؤمن بالوطن قيمة وقاية ونسعى لوضع أهداف شاملة في مناحي الشأن العام. نشخص مكامن الخلل ونقترح الحل. أعلن أيضا في الورشوت عن إنشاء رابطة الموريتانيين خريجي الجامعة الصينية في حفل نظم بدار الشباب القديمة. وتم خلال الحفل عرض وثائقي تناول تاريخ العلاقات الموريتانية الصينية وأوجه التعاون المختلف بينهما. تحت شعار موريتانيا والصين صداقة وشراكة استراتيجية، نظم خريجي الجامعات والمعاهد الصينية حفلا لانطلاق رابطتهم. وقد حضر الحفل السفير الصيني المعتمد لدى موريتانيا وسفراء سابقون في الصين، وتطرق الحفل إلى تاريخ العلاقات بين البلدين. لقد تخرج لسحب الساعة من أعراق الجامعات والمعاهد الصينية ما يقع على 700 موريتاني وموريتانية، وبأعلى الشهادات وبلغة يتكلمها مليار ونصف مليار من سكان الكرة الأرضية، منهم الدكاترة والمهندسون وفقهاء اللغة وسدنة الحرب ومنهم ما دون ذلك. العلاقات الدبلوماسية بين موريتانيا وجمهورية الصين الشعبية بدأت في 9 من يوليو 1965، وفي سنة 1971 وأثناء تولي موريتانيا لرئاسة منظمة الوحدة الإفريقية كان لها الدور الأبرز في إعادة اسم الصين إلى منظمة الأمم المتحدة من خلال حث الدول الإفريقية على التصويت لصالحها. يا الله يقول خريجين يعودوا، كم هم للعددي ونوعي، يلا يعود يعكس فعلا حجم العلاقه بين 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 البلد. فعلا اللي نعود نختار الدوله الموريتانيه والشعب الموريتاني والحكومه الموريتانيه، نعود يختاروا يستفادوا فعلا من 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 قطار الصين السريع. يلا يعرفوا الصين، ومن اجل تعرف الصين وتعرف ثقافه الصين لا بد لك نتعامل مع تعرف أهل الصين وثقافة الصين. العلاقات الموريتانية الصينية تخللتها إنجازات كثيرة، ففي سنة 1967 وقعت موريتانيا والصين اتفاقية تعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والتي تم تجديدها في عام 2004، وفي سنة 1984 تم إنشاء اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية، كما ساهمت الصين في إنشاء العديد من المشاريع التي استفادت منها الدولة الموريتانية شعبا وحكومة على المدى الطويل لهذه العلاقات. أقال الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيت مساء اليوم قادة بارزين في المؤسسة العسكرية، كما قرر حل ميليشيات دوغون، وذلك بعد مذبحة راح ضحيتها 135 شخصا على الأقل من عرقية الفلان في هجوم وقع فجر السبت على قرية أوغوساغو وسط البلاد. هجمات متجددة في مالي وأعداد القتلى في تزايد، ذلك ملخص يومين داميين في هذا البلد الذي يعيش في مواجهة الجماعات المسلحة منذ سنوات. أما في جديد الأحداث فقد سقط 8 من أفراد الدرك المالي وأصيب 2 آخران الأحد بعد استهداف سيارتهم في هجوم استهدف المنطقة الواقعة بين غوندام وتيمبوكتو شمالي البلاد. هجوم الأحد يأتي في وقت أعلنت فيه الحكومة المالية عن فتح تحقيق من أجل تحديد ملابسات الجرائم التي تعرض لها الفلان في قرية أوغوساغو بولاية موبتي بعد هجوم آخر وصف بالأكثر دموية، حيث قتل فيه 134 شخصا على الأقل من رعاة قبائل الفلان وسط مالي.
ونقلت وسائل إعلام مالية عن مصادر محلية قولها إن منفذ الهجوم صيادون تقليديون من مكونة الدوغون. وتزامن الهجوم على قريتي أوغوساغو ووينجارا مع زيارة لبعثة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى مالي لمحاولة إيجاد حلول للعنف الذي أودى بحياة مئات المدنيين العام الماضي. وصل الرئيس الغابوني علي بونغو أوندينبا إلى مطار ليبرفيل، حيث استقبله حشد من المناصرين للترحيب بعودته إلى البلاد بعد غياب دام أشهرا، حيث أمضى فترة نقاهة في المغرب بعد إصابته بجلطة دماغية. وأثرت صحة الرئيس الغابوني تكهنات في بلاده بعد أن أدخل مستشفى في الرياض في 24 أكتوبر لإصابته بجلطة دماغية ونقله إلى مستشفى عسكري بالرباط ثم إلى مقر سكني خاص بالعاصمة المغربية. وتطالب المعارضة الغابونية منذ 4 أشهر المحكمة الدستورية بإعلان فراغ سدة الرئاسة بسبب غياب الرئيس. رياضيا، في هذه النشرة، فاز الدراج الفرنسي كيليان مبابي بالمرتبة الأولى من طواف الساحل للدراجات الهوائية الذي اختتمت مرحلته الأخيرة بمدينة فديرك شمالية موريتانيا. واحتل المرتبة الثانية الدراج الليبي على إيدين حمودي، فيما حل السيد المتوكل في المرتبة الثالثة، في حين فاز بالرتبة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة متسابقين موريتانيين هم على التوالي محمد الأسراب والحاج الشيخ وعيسى والبمبا ولمانا والسدابة. وانطلقت النسخة الثانية من طواف الساحل يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة 15 فريقا يمثلون 10 دول من أوروبا وإفريقيا مكونين من 68 دراجا إضافة لقافلة تضم 180 شخصا. بهذا نختم معكم أخبار الساحل هذا المساء. عودة إلى العناوين. اتحاد أحزاب قوى الأغلبية سابقا يعلن دعمه لمرشح الرئاسيات القادمة سيدي محمد والبوبكر. اتهامات لمرشحي الرئاسيات يونيو باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين قبل الموعد المحدد للحملات الدعائية. تابعتم معنا أيضا ضمن أخبار الساحل، الحكومة المالية تقيل قادة في الجيش وتحل الميليشيات بعد هجوم مسلح صنف الأكثر دموية استهدف مكونة الفلان. لم يبقى إلا أن أشكركم على كرم المتابعة. دمتم في أمان الله.